اسمه بقى يا سبايدر مان. شو حياتك انت؟ القصة يا اخي مالك؟ ما خلصتش بعد الشيء الجانبية؟ لا تقريبا اغلبها مخلصها واني العب. احا شفت النهاية شلون؟ شفت يا اخي واو شقوا لك طبعا ايش طبعا؟ لا ما شفتش يوم انت ما تجدت ولا بيتر باركر؟ انا عندي بك يا زلمة مالك يا زلمة طلع ما بيعرف يا اخي ما لازم يحرق قصده مو قصده لازم يكمل اللعبة اللعبة مش عندك اساسا سلبوزك عندي اياها اللعبة والله عندي اياها اي طيب اخر شو بتتهاوش انت ولا هذا الدكتور اللي كنت تشتغل عنده بتمد جدته وبتتعرف على شو اسمه على مايلز انه عنده كمان سبايدر مان الثاني يلا جوخ ابعد نان بصير بينهم هو ولا شو مين هو هذا الشيء لا مايلز موراليس سبايدر مان الثاني اللي هو تبع حضرت انت الفيلم الاخير تبع سبايدر مان سبايدر